احنا في لقاءاتنا المستمره من خلال زيارات المرضى عندنا بالعيادات او حتى بالمستشفيات، يعني بنسالهم، يعني مثلا كان عندنا احدى المريضات هي طالبه كليه قانون صف ثاني او صف ثالث، تقول احنا كنا نحصل على الحشيشه بشكل يومي ونشربها بالحمامات وكذا، نجتمع احنا مجموعه من الشباب ويجيبوننا ونشتريها بسهوله، وطلعت لي بالجنطه اثنين او ثلاثه كانت شايله، يعني قالت احنا كلش نتعاطى بكميات يعني وبيناتنا وبشكل يومي يعني.